ما تسمح. بسم الله الرحمن الرحيم. النقطة هي عامة، أما تدخل في صلب الموضوع اللي نحكي فيه هذا القانون التكميلي للميزانية متاع 2013، فهمت؟ لكن نحب نعقب شوية هكا، لأن الأمور مش ماشية قد قد، لأنني شفت حالة ولمسين هنا، وأكثر واحد تعرفوني سياسيا ضد التركة، ما عندي مشكلة، لكن الحالات الأنسية نتأثر معها. أنا شفت واحد جي يا سيد الرئيس هنا من جماعة العفو وعيون الزوز منحوحة في العهد البايت، أني كسلطة عليا أهني يجيني تونسي عيون صحيحة نفقصهم له ونعطيه ميزانية تونس كل يقبل يلزم المزايدة والمزايدات. أنا ما ندافع حتى لحد، أما حالة إنسانية ما نجمش نجوزها. جي راجل ادعثر في سياج فقصين لعيرنا في الحبس، أشين هو جاي تاجر، هاي شكون نفقص له يتوانسع عيون الزوز ونعطيه ميزانية تونس كل تقبل يلزم الموضوع هذا. نقطة نرجع للسطر. موضوع ثاني، التجارة في المجلس هذا ثم 10 من البرجوازيين السفاج المتوحشة، البرجوازية المقيطة اللي أنا أكرهها، اللي قاعدة تتاجر بألام العالم وتتاجر بزملائهم. قال لك شنو النايب الزوالي مش لازم يجي للمجلس لأنه ما عندهاش فلوس باش يجي أصلا، خلي القمة والبرجوا هم اللي يجوا للمجلس. نسيوا هم نزم الثورة قديم، ما مش عارفين أولاد الحفيان على ريانة عملوا ثورة وجوا للمجلس، ما زال في بالهم السرقه متاعهم والهم متاعهم، هم اللي يخرجوا في البلاتوات، هم اللي يسيروا في تونس، هم قاده تونس الجديده. لا يا حبيبي، والله 2010 عملنا ثوره يا ناس، فيقوا هاي فيقوا، راكم منعسين ياسر. باهي هني سيد الرئيس، انت ممثل تو لحد الان رئاسه المجلس، وتوجه للسيد وزير الماليه، وما هيش تجاره لا ما هيش تجاره، توجه بالسؤال فقط ونرجع. هذا الكلام تقول يا سيد الرئيس يهم زملائي، يهم زملائي البسطاء الفقراء اللي زي الاخرين اللي تاجروا بالامي وبالام زملائي، ما يعنوني حتى في شيء. اسمعني جاي، المنحه كلتونا عليها وطلعنا سراق قدام الشعب الكل. باهي يا سيدي، رانا سراق على كل حال، انا قابلها. قالوا لي الشعب سراق، اربع خمسه اعلاميين وجهوا الراي العام وقالوا لي سراق قابلها. يا سيد وزير المالية، أنت قبل ما تسيب البيرو كان خلوك وزير، هناك تبقى كان أنت ماشي على روحك، امضي الميزانية امتاع الملحة السكن امتاعها. أني باباي قال لي ما تخلي حد يعدى عليك، لا تتعدى علي أنت ولا رئيس حكومتك ولا رئيس المجلس. أنتم خرجتوني من المشتل، كنت ساكن في النزل مكيف، لكن شفت أنكم تدفعوا برشا فلوس على النواب، قلنا عيب، ميزانية الدولة ما تسمحش، تجرتوا بها وعملتوها رنة وغنى. حبيبي أني حد ما يخليها حقي، الشعب الكل اللي حب يعمل حملة انتخابية خذ راحتك، اعمل حملة انتخابية بالله. إلى خطيت وخط في الدستور، إلى ما نقلع الميكرو هذاك، كما تعطوني الحق متاعي وحق زملائي العراية القراية، مش البرجوازية اللي قاعدين ها جاي كهرباء ب 300 مليون وجاي يكذب النواب أني ندور في فلوس. باهي فلوسي تحطها فوق الطاولة، والله لا خطيت خط في الدستور، والله الميكرو بتاعك يا رئيس لم يتقلع. باهي هذا يمين وهاتوا شوف شو نعمل لك. شنو تولت محاضرة سي قصاص؟ ماك تكلمت، اعطيناك الكلمة، خذيت وقت أكثر من التداخلات تاع الناس كل.